يا السلام عليكم الخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. انا خدام في حالك، هذه تبرد بزاف. اوكي، دونك هذا الفيديو هذا هو الجزء الثالث ديال الضفدع الغناوي. في هذا الفيديو هذه غادي نبدا التكستورين البوزين، الى بقى الوقت غادي ندوز الكومبوزيتين لايتين والكومبوزيت. انيويز، بلا بزاف ديال المقدمات، ندوزو نيشان الخدمه. او عاد فكرت انا احتاجت هاد اليد هادي باش نخدم. مشكله دابا كي غادي ندير؟ ندير هذيك اللعبه ديال القذافي. يو كان كول مي ذا باد قذافي. دونك هنا ستيكيت الضفدع ديالي واحد زيد واحد شويه، درت ليه هاد العقيق هذا اللي كيكون في الطربوش ديال القناوه، وشنو اخر زدت ليه هاد اللعبه ديال العين، ما عرفتش واش غنحتاجها ولا لا، ولكن درتها على حساب سا ديبون. وشنو اخر صافي. دونك دابا غادي ندوز للتكستورين. في الفيديو ديال الحشره القوريه كنت خدمت بواحد الطريقه اخرى اللي هي كنميكسي الالوان. دابا غادي نميكسي لي تيكستور. عندي واحد الدوسي هنا جمعت فيه لي تيكستور. انا الريفرنس اللي غادي نخدم عليها اللي هي هاد الضفدع هذا، غادي نجبدو في ليكرون اخرى. كما كتشوفوا هذا هو لي كولور اللي غادي نعزل اولا اللي غادي نخدم عليهم، واللي هما الفيغ البلو لو لورونج. تخافوش خوكم عندهم مع الفرنسي. دونك هنا عزلت لي تيكستور اللي غلاب عليه داك اللون اللي بغيت، و ميم طون كيكون فيهم واحد شويه ديال الانفورماسيون في لي كولور الاخرين. وشويه غادي نقلعب بلي بروش اللي عندي هنا في زي بروش باش نقدر نحاول انني ميكسي لي كولور اللي بغيت. دونك اول حاجه هي غادي نكري واحد اللاير، مازال عندي ديجا اللايرز ديال لي ديتاي اللي كنت درت في الاول. اوكي، دابا غادي ندير لاير واحده اخرى ديال كولور، وغادي نجي لهنا. اول حاجه بروش ستوندر. البروش ستوندر هي اغلبيه اللي كنخدم بها باش نقدر نتحكم في هاد الستروك والالفا. دونك ستروك كنعزل كولور سبراي، الالفا كنعزل يا اما الفا 22 23 ولا 07. انا نزل دابا 22 وكنبقى نحاول انني نبدا نبدل فيهم باش يعطي واحد النوعيه في التكستور. انيويز، تكستور امبورت تكستورز، وغادي نمشي لهذا الكولور هذا هو الاول. هنا غادي نديزاكتيفي زي اد، غادي نخلي الار جي بي باش نقدر انني نلون. حاجه اخرى هي اكسبورت سيمتري، واللون ما بغاش يتلون ما عرفتش علاش، وما تحشمنيش هذا الزبرش. ترجل معانا. شنو وقع؟ ناري تبلونطا. يلا بدينا صاحبي، باقي ما درنا والو. So anyways، غادي نحاول هاد المرة نبيكي لي لايرز باش ما نشوف شنو هو المشكل. بيك اول مزيان. دابا غادي نكري نيو لاير، غادي تكون ديال لي كولور. دونك ستاندر دوتس كولور سبراي، كولور سبراي اند بوف الفا 22 تكستشرز import ضفدع ڭناوي thanks. اوكي، x for symmetry. اوكي، RGB. اوكي good. color switch. غادي نحاول انني نابليكي هذا اللون هذا كامل على الموديل باش يبان لي مزيان، باش ديك الساعه غادي نحاول انني نمكسي معاه لي كولور الاخرين. Thank you.
هاد المرة دراك وب نشوفو الفا 30. نشوف التكستير الزرقاء. الا بغيتي تسموتي الايدج ديال الماسك ديالك كتكليكي على كونترول كتبدا تكليكي هنا مره واحده. مادام الموديل ديالي فيه سب ديفيزيون بزاف غادي نقص الاولى واحد كندير كونترول كنكليكي مره في الموديل بعد كنرجع ثاني للسب ديفيزيون الاخر وهنا غادي نقدر انني ندير تكستور غير بمجرد انك تكليكي وتجر. هنا كيرسم لك غير في الحدود الماسك اللي درتي نتايا دونك ملي غادي نحيد الماسك دونك هاد البلا هاد الميثود هادي مزيانه للقنات اولا الجنابات اللي صعيب انك ترسمهم بالبروش دونك كتماسكي احسن حاجه هي تماسكي. نرجع للماسك تول نحاول ماسك هاد البلاصه هادي وغادي نجر فيها شي تكستور. طبعا هذا الموديل هذا يكون غير كونسيبت ماشي البروديكسيون يعني ما يتانيماش ما خدمش لي تكستور كيما خصهم يداروا يعني خص ندخل في لي زي في في توبولوجي ولي زي في وديك تخربق كامل. هذا مجرد كونسيبت دونك بامكاني انني فاش ندوز للكومبوزيتين نقدر نزيد لي تكستور 2 دي ونبنتي فوق منهم. كما شفتوا باللي واقيلا كملت التكستورين الا بقات شي حاجه ولا نسيت شي بلان غادي نكملها في بوست برودكسيون فوتوشوب في ليتاب ديال كومبوزيتين. دابا غادي نحاول ندير بوز ديال هاد الضفدع هذا. ريفيرنس اللي خديت هي الريفس. غادي نخدم على هاد باللي غادي نخدم على هاد البرهوش هذا. هاد البوز هذا باللي يعني طالق رجليه ما كنظنش غادي يبان زوين. غادي نحاول نتني ليه الركبه بحال هكا واليدين غادي نسرحهم لتحت. هاد البوز هذا زوين حتى هو ولكن بان ليا حتى هو اكزاجيري واحد شويه ولكن دابا نشوف الا ما عجبنيش غادي نرجع لهاد البوز. دونك غادي نحاول نبوزيو هاد البيرسوناج هذا باش كنبوزيه بترانسبوز ماستر اللي كاينه في زي بلوجين. هذا كيجمع لك كاع لي ساب تولز اللي عندك هنا كيهبطهم للسب ديفيزيون الاول كاع. دونك تي بوز بلاصه مزيان حيت فليكسيبل كتر كهكا. حاول نسموتي الجنابات واحد شوية من بعد كنجي نروتيت كنجي من هنا كنهبط لتحت ولكن خصك عاود تحاول بان هاد اللعبة هادي تكون في الوسط سواء من هنا ولا من هنا باش ملي غادي تجي تدور اللعبة المفصل ديالك يبقى مسونطري هنا. اوكي دونك ولكن من بعد خاص ضروري انك تعاود تسكولتي سب ديفيزيون الاول باش تقاد لي ديفورماسيون اللي عندك غالطين. مثلا هنا ما خصهاش تكون بحال هكا خاص ضروري مثلا تقاد هاد البلان هذا هكا تكون عندك واحد شويه مع الاناتومي باش تعرف لي ميسكل كيفاش كيخدموا. We'll be right back.
شنو وقع القرب قلاو صافي خسرات، ولكن ماشي مشكل. ديجا سجلت البروجي، غادي ناخذها من الفيرسيون اللي قبل، يعني الفيرسيون اللي سجلت قبل من هذه. دابا غادي غنحطها في البوزيسيون باش نعرف اليد كي غادي تكون مع ديك القربه قلاو، ومن بعد فاش غادي نكمل ترانسبوز ماستر غادي نرجع القربه قلاو من الاخرى ونبدل بهذه. دونك دابا غادي نحاول غير نردها كما كانت واحد شويه. دونك دابا غادي نديرو روتيشن، دابا غادي نردوها لبلاصتها. كما لاحظتوا حاولت انني نكسر السيمتري، ما خصهاش تكون نهائيا سيمتري. كما شفتوا راه طلعت واحد الرجال، حاولت انني نبدل البوزيسيون ديال الرجل ما تكونش كتشبه اليسريه، ما خصهاش تكون كتشبه اليمنيه. وكذلك الراس حاولت انني ندور واحد شويه بحال هكا. البوزيسيون ديال الكاميرا غادي تكون هي هادي واحد شويه بحال هكا باش السيلويت يكون باين مزيان. حتى هما غادي نحاول انني ما يكونوش سيمتري، يعني هاد هنا كيبان لي بلي كملت البوز. البوز كيبان لي هو هذاك مزيان، ما خليتش اليدين حتى هما سيمتري. الحاجه الا كانت سيمتري ما كتبقاش غياليس. المهم غادي نزيد ليه قربه قلاو، بان لي غادي نطلع عليه واحد الصبيع صبع هذا، واش غادي يبغي يطلع ولا لا. حيت المش لصقته هنا كاع ما رديت البال. انيويز نو بروبليم. دابا غادي نقاد هذه البلاصه هذه، نحاول انني نحلها هنا بالبروش ديال السموت. تقدر تقاد البارتيات اللي هما عوجين ولا خاسرين. من بعد غادي نجي زي بلاجين ساب تولز ديالي. دونك غادي جينيري ليا البوز بالتي بوز ديالي وبساب تولز كاملين اللي عندي. هانتوما الضفدع الغناوي ولا كيبان زوين. حيد عليا دابا هاد القدافي هذا. وهنا غادي نضطر انني نكمل الفيديو في الجزء الرابع. ما عنديش حل اخر. هادشي كياخذ وقت الصراحه كما قلت لكم. الفيديو الجاي غادي يكون اخر فيديو اللي غادي نشوفوا فيه الكومبوزيتين فوتوشوب، طبعا لايتين والغوندي في زيبروش الكومبوزيتين فوتوشوب. دونك هذا مكان. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش كما العاده تبارطاجيوها مع صحابكم وداكشي. دونك نشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.